قول الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإنه جل وعلا لما ذكر صفات المتقين في أول هذه السورة أخبر عنهم فقال بعد ذكر هذه الصفات، قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من فوائد هذه الآية أنه جل وعلا إذا ذكر هؤلاء المؤمنين أو ذكر المتقين وذكر لهم الهداية أتى بحرف على، قال: أولئك على هدى، قال: على هدى. بينما لما يذكر مآل الكفار وما هم فيه يقول: في ضلال مبين. وفرق بين في وبين على، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لما؟ لأن هؤلاء قد علوا وارتفعوا بالهداية، فطريق علو العبد في دنياه وفي أخراه لا يكون أبدا إلا عن طريق الهدى، بينما من انحرف فإنه يكون في سفل محتقر إذا خالف الطريق الصحيح السليم.